المباشر او البث الجديد الحديث ونقاش نتكلموا على التشكيله اللي ربما اللي خصها تكون يعني اللي غتواجه المنتخب كرواتيا. لحديث ونقاش غادي يكون معايا مصطفى اللي ربما يعطينا بزاف ديال التفاصيل على اساس باش نعرفوا التشكيله ان شاء الله ديال المنتخب الوطني. مساء النور سي مصطفى، تفضل مباشره اعطينا التشكيله ديالك. مساء الخير الاخ هشام جويعه، مساء الخير لجميع مشاهدي قناه شوف تي في. اولا مبروك لكل من المنتخب السعودي على الفوز ديالو على المنتخب الارجنتيني، والتعادل الايجابي بالنسبه او السلبي بالنسبه للمنتخب الدنماركي مقابل ايجابي بالنسبه للمنتخب التونسي. هنيئا لهذ المنتخبين، وان شاء الله غدا ان شاء الله نتسناو عرض جيد ومقنع من طرف ابناء وليد الركراكي والمجموعه، وان شاء الله اليوم غنتفصلوا يعني في المجموعه او التركيبه او التشكيله او الشاكله اللي غادي يدخل بها وليد واللي غتكون متوقعه، ونتمنوا من الجماهير تشاركنا حتى هو في هذا النقل التفاعلي او في الشاشه التفاعليه باش هي تعطي الراي ديالها والاراء ديالها حول التشكيله المتوقعه باذن الله لكتيبه وليد الركراكي في المقابله المهمه والهامه غدا ضد المنتخب الكرواتي. اول حاجه نتسناو ان شاء الله اتصال ديال الجمهور اللي يعني اللي بكل صراحه على اساس باش يعطينا حتى هو الراي ديالو ويعطينا الاختيار ديالو سواء في الحارس سواء في المدافعين سواء في اللاعبين اللي غيكونوا في وسط الميدان او اللاعبين اللي غيكونوا مهاجمين، ويعطيونا حتى اللاعبين اللي غيكونوا يعني في كرسي ديال الاحتياط، وربما حتى هما او حتى هما من اللاعبين اللي تعطاهم الفرصه وتتكون واحد القراءه ديال المدرب، وربما التغييرات تتكون في محلها وحنا شفنا ربما اليوم ولا البارح ولا المقابلات اللي تلعبوا التغيير ديال اللاعبين يعني مع المنتخبات، كاين اللي ربما كاين اللي تيماركي كاين اللي تيكون مدافع كاين اللي تيكون لاعب في وسط الميدان. يعني اهم حاجه في التغيير او التغييرات اللي تتكون ديال المدرب بالاخص اللي تيعتمد على اللاعبين اللي تيكونوا في كرسي ديال الاحتياط، ربما تعطيو واحد الاضافه. هادشي علاش نتسناو اتصالات ديالكم باش نتوما تعطيونا ارتسامات ديالكم وتعطيونا رايكم في التشكيله ديال المنتخب الوطني. تنعرفوا غدا ان شاء الله تكون واحد المباراه مصطفى اللي ماشي سهله، مباراه اللي قويه، مباراه اللي ربما لاعبين ديال المنتخب الوطني خصهم يوجدوا لهذا الماتش، هذا ماتش مصيري، ماتش الصراحه شفنا اليوم المنتخب القطري شفنا تبارك الله كيفاش كان متشجع ليه الهدف ورجع في دوزيميطا رجع المنتخب السعودي رجع في المقابله في دوزيميطا وسجل اهداف ظرف تقريبا 8 ديال الدقائق او 6 ديال الدقائق، وبقاو تيقاوموا وبقاو تيدافعوا وبقاو تيهاجموا ما نزلوش يديهم. هادشي اللي بغينا نشوفه في المنتخب الوطني ديالنا، وهذا فوز مهم وهام للمنتخب السعودي بموازاه يعني المنتخبات العربيه. شفنا اليوم الفوز للسعوديه عطى واحد الدافع معنوي وايجابي للمنتخب التونسي، وشفنا كيفاش قارع واجه المنتخب الدنماركي وكان ند للند وكان قريب اليوم المنتخب التونسي من الفوز بهذه المقابله. رجعوا الاهم هو المنتخب ديالنا المنتخب الوطني المغربي، نتمنوا ان شاء الله هذا الفوز ديال المنتخب السعودي والتعادل ديال المنتخب التونسي كنت هو عطى واحد حافز معنوي جيد للمنتخب الوطني المغربي. كلنا امال في هذه المجموعه، كلنا امال في المدرب ان شاء الله بالشاكله اللي غتدخل ان شاء الله ديال 11 لاعب اللي غيكونوا في رقعه الميدان يؤديوا يعني على احسن ما يرام ويكونوا في الموعد، لان الان لا شيء مستحيل. شفنا المقابله كيفاش فازت السعوديه بهذاك لاغاج بهذاك لاغرينطا بهذاك الحضور الجيد بهذاك التركيز، هادشي اللي كنتسناو من اللاعبين اللي الحمد لله حنا عندنا لاعبين في مستوى عالي ينشطونا في اعلى المستويات عندهم تجربه على المستوى العالي. شفناهم عطاونا واحد ملامح قويه في ثلاث مواجهات يعني الاخيره ديال وليد الركراكي مع كل من تشيلي وع الباراغواي والمقابله الاخيره ضد جورجيا، كلنا ثقه في هاد اللاعبين في المقابله ديال الغد ضد كرواتيا. كيبقى كرواتيا فريق اللي هو اللي غيكون عليه الضغط، ماشي حنا غنواجه واحد الفريق اللي يلعب يعني النهائي ديال 2018، لكن الفريق ديال النهائي ديال 2018 ماشي هو النهائي ماشي هو الفريق ديال 2022. كلشي تغير، عده امور تغيرت في كرواتيا، لكن حنا عده امور ايجابيه ولات عندنا مع وليد الركراكي وفي المنتخب الوطني المغربي. الان التشكيله الحمد لله اللي تقدر تدخل لهذه المواجهه يعني تقريبا كل جمهور الوطني يقدر يكون تعرف عليها،
ما بينا احنا تقريبا كمحللين انا وياك السي هشام تكلمنا يعني قبل من دخول الاستوديو يعني اعطينا واحد نظره يعني شموليه على الطريقه اللي غادي يلعب بها وليد ركراكي غدا في مواجهه كرواتيا وعلى يعني النهج التكتيكي وعلى الشاكله او التشكيله الرسميه المتوقعه لمقابله الغد. قبل ما ندوزوا للتشكيله ديال المنتخب الوطني وقبل ما نشوفوا الاختيار ونشوفوا الجاهزيه ديال وليد ركراكي مع المنتخب الوطني ونشوفوا الاختيارات ديالو اللي ربما معروفه عند وليد ركراكي ومعروفه عند الجمهور المغربي ونتمنى ان شاء الله الحضور بقوه غدا تكون تركيز اهم حاجه هو التركيز امام المرمى اللي عندنا احنا مشكل في امام المرمى يعني ما تنسجلوش. قلتي واحد الفكره ربما ديال المنتخب الكرواتي يعني ما كاينش واحد الوقت او واحد لادات ربما لاعبين تغيروا لاعبين تبدلوا ربما ما كايناش واحد ما نقولوش مثلا ما كايناش واحد الخبره ولا تجربه حكم ربما المنتخب الكرواتي عنده لاعبين مجربين لاعبين عندهم خبره. اليوم تبعنا وتفرجنا في المنتخب السعودي ومنتخب الارجنتيني تنعرفوا المنتخب الارجنتيني الخبره والتجربه واليوم نهزموا مع 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 فريق على الورق غير يعني يعني جلس انا قلت لك مثلا غتعطيني شكون اللي غيربح واش المنتخب الارجنتيني ولا السعوديه انا وياك غنقول غنتفق معك نفس الهضره نقول لك المنتخب عالميا كاع اي واحد يعني جل المتشائمين كاع ما يقدرش يقول لك بان المنتخب السعودي يقدر يفوز في هذه المواجهه هذا هو المقصود ديال هذه العمالقه ميسي وما ادراك ما ميسي ايطاموندي لاعب لوتر مارتينيز لاعب هو اللي كيلعب دي ماريا هذو اسماء كبيره يشطون في دوريات كبيره لا قارنتي باللاعبين ديال المنتخب السعودي لا مجال للمقارنه ولكن كما كنقول لك الحروريه والنفس اللي كانت اليوم والروح المجموعه كانت حاضره ولكن البصمه والدور ديال المدرب هيرفي رونار رونار اليوم اكد واعطى درس يعني في المستوى التكتيكي للمنتخب الارجنتيني بميسي ديالو واللاعبين هنا كنقول لك بان المنظومه وخصوصا الشوط الثاني يعني كان اكثر تكتل في وسط الميدان واليوم كنقولوا برافو للمنتخب السعودي وان شاء الله باذن الله غدا المنتخب المغربي سيحدو حدو المنتخب السعودي في الفوز ان شاء الله على كرواتيا لكن الاهم هو اللاعبين هذو اللي عندنا هنا فيهم كلهم حنا ثقه فيهم الجماهير المغربيه كلها ثقه في هذه المجموعه في هذه اللاعبين غدا ان شاء الله انا عندي يقين بانه ما غيخيبوش امل المغاربه وغيكونوا في الموعد وغينتصروا ان شاء الله اداء ونتيجه هذا هو اللي بغيت المنتخب الكرواتي هذا هو اللي هذا هو القصد وهذه هي الفكره ربما ديالي علاش اختاريت المنتخب الارجنتيني بميسي دي ماريا بجميع اللاعبين ولكن اليوم شفنا واحد المباراه ديال المنتخب السعودي اللي بانت ليا فريق او المنتخب ديال الارجنتين فريق ضعيف دفاعيا ما مركش 100% ما عندوش انتشار يعني في الملعب يعني كل واحد باغي يدير اللعب ديالو هنا خلانا نتكلموا على المدرب ونتكلموا على المجموعه مدرب صحيح مدرب فيه كل شيء فيه الفكر يعني كيفاش يتواصل مع المجموعه كيفاش يتواصل مع اللاعبين ملي تيكون عندك واحد الجروب ديال 28 لاعب ولا 27 لاعب هنا تيبين لك ما عندوش الفرق بين هذا وبين هذا هذا هو النجاح ديال المدرب ديال المنتخب المغربي ديال المنتخب ديال لا ديال المنتخب الكرواتي ديال المنتخب لارجو ديال ديال السعودي ديال السعودي علاش شفنا برون ميتا كيفاش لعبت علاش انا قلت لك الانطلاقه ديالنا ولا الفكر ديالنا بغينا نبداو بهالطريقه هذه اختارينا المنتخب الارجنتيني من احسن المنتخبات تاريخيا وعالميا وتنعرفوا الاسطوره ديال مارادونا يلعب في المنتخب الارجنتين مشينا للمنتخب السعودي تلقاو منتخب عادي فهمتيني هنا تيبان لك السعودي يدير هناك تطوروا بدنيا تكتيكيا تطوروا مزيان دليل على هادشي شفنا مباراه كبيره يعني اليوم ما بقيناش نختاروا بين منتخب ومنتخب ولا منتخب افضل من منتخب تيران هو اللي تيحكم شنو هو اللي عندك واش طاقتك مو مزيان واش تعرف دير البلوك واش تعرف تجليسي في كاين الكره في الجهه اليمنى ولا في الجهه اليسرى علاش هنا اليوم هادشي كامل عند اللاعبين غير انا يعني بس مادام تكلمتي على رونار وغنجبدوا وغنقارنوا لك بالمدرب ديالنا وليد ركراكي يمشوا بنفس خطى الطريقه او التكتيك حتى التكتيك او القراءات
على المنتخب. الان لشي التصريحات ديال رونار قبل المقابله مقارنه بالتصريحات اليوم ديال المدرب ديال المنتخب الوطني المغربي سواد الكراكي. سواد الكراكي في على الورق لا يرشح حتى هو، كيقول بان المنتخب الكرواتي هو المرشح للفوز، وهذا جانب تكتيكي مهم ومهم جدا، يعني كيدي حط الضغط على المستوى على الخصم على المنتخب الكرواتي. يعني ملي كيقول لك المدرب ان الخصم او المدرب او المنتخب الكرواتي هو على الورق هو اللي اقرب الى الفوز، هذا بانها طريقه استراتيجيه مهمه، وتعودنا عليه السي وليد الكراكي حتى ملي كان مع الفرق ملي كان كيواجه مواجهات كبيره باش شتيهم تقريبا على المستوى الافريقي في مواجهات كبيره ضد الاهلي ولا هذا، ملي كانوا كيسولوا الصحافه كيقول بان مع الفريق ديالنا ماشي هو المرشح، الفريق خصم هو المرشح. ودائما ملي كيدخل الميدان كنلقاو فريق عنيد، فريق جيد وكيبصم على مسار جيد، وفي الاخر وليد الكراكي كيفوز. نفس الطريقه هو كيديرها مع المنتخب، يعني هذه سياسه وطريقه جد جد محبده عند وليد الكراكي وكتعطي الاكل ديالها. برافو الوليد، برافو الطريقه اللي كيمتص بها الحماس ديال الخصم وكيحيد بها الضغوطات على اللاعبين، لان اللاعبين عارفين المسؤوليه اللي عليهم، عارفين تبعهم، عارفين 40 مليون نسمه ديال المغاربه غدا غتبعهم وغدا غتشاهدهم في هذه المقابله اللي غتكون حاسمه. والمقابله الاولى دائما كنعرفوا هي اللي كدير الفارق، وهي المقابله اللي كتعطيك يعني ثقه اكثر وكتزيد من الحظوظ ديالك في التاهل الى الدور الثاني. هنا كنقول لك بان المجموعه اللي اعتمد عليها كلها في المستوى، ومن خلال يعني الاستفتاء اللي دار يعني على الشعب او الجمهور المغربي، يعني كل هذه المجموعه كل راضي عليها، كل الجماهير المغربيه يعني كاين واحد الاجماع على هذه المجموعه هذه من طرف السي وليد. الان غادي نحاولوا يعني انا وياك السي هشام يعني بالامور التقنيه وبالتكتيكيه، انت اطار وطني الحمد لله، حنا عندنا تجربه على المستوى الحمد لله اطار وطني، حنا غنشوفوا غنتقاسموا التشكيله اليوم مع الجمهور، نتمنوا من الجماهير او من المشاهدين ديالنا على قناه شوف تي في يتصلوا بينا ويعطيوا الراي ديالهم، كيف ما حنا غادي نعطيوا الراي ديالنا في التشكيله المتوقعه ديال الغد. انا غنبدا بالتشكيله المتوقعه ديالي وتتا نشوفوا اتصال. ناخذ اتصال. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام خويا، تفضل اسم المدينه. مرحبا بك. أنس سمارة. امين. لا أنس سمارة. امين سمارة. أنس سمارة. مرحبا سي أنس. مرحبا سي أنس. مرحبا بالناس ديال السمارة والناس ديال الصحراء المغربية. مرحبا. مبروك على السعوديه ربحات، الحمد لله فرحنا لها العقبه للمغرب. ان شاء الله نتمنوا للمغرب ان شاء الله الفوز غدا باذن الله. يا ربي. سي أنس. مرحبا. ممكن تعطينا التشكيله ان شاء الله باش غيلعب المنتخب غدا؟ ان شاء الله احنا ما كرهناش نلعبوا بخمسه جوج ثلاثه. شوف عندنا سي أنس هاي قدامك الشاشه التفاعليه، عطي الراي ديالك في التشكيله المتوقعه اللي غيقوم بها وليد. حنا هادشي اللي بغينا نتقاسموا معاكم مع الجماهير ديالنا على قناه شوف تي في، كل واحد يعطي الراي ديالو في التشكيله المتوقعه في حراسه المرمى. شكون اللي كتسنى يكون في حراسه المرمى؟ غادي يكون بانون. ياسين بونو. ياسين بونو. ياسين بونو على مستوى المحور الدفاعي او خط الدفاع شكون اللي كتسنى؟ غادي يكون اشرف حكيمي في جهه اليمين. اشرف حكيمي ها هو على الجهه اليمنى. وغادي يكون اللي لعب في الماتش الودي. لا اللي لعب في الماتش الودي مين لعبوا في برشلونه؟ ديال الوداد. ديال جورجيا. ديال الوداد. يحيى عطيه الله. يحيى عطيه الله. داري. لا انت في خط دفاع دابا اشرف داري قلتي. اشرف حكيمي داري سايس بلاتي ها هو داري سايس رومان عميد رومان سايس باقي لك اريير كوش غيبقى لك شكون هو مزراوي قلتي اغوش الاوا مزراوي لاعب ديال فريق دان مزراوي نصير مزراوي نصير مزراوي على مستوى الدفاع في خط الوسط مشيو للميلو تيران الخط الوسط صراحه الصراحه امرابط مزيان ولكن نعطيو الامرابط ان شاء الله امرابط يلعب سيس امرابط ها هو سيس قدام لي ديفونسيف تيران ديفونسيف قدامه خط الوسط قدامه امرابط قدامه امرابط عطينا امرابط عطينا امرابط قدام لي ديفونسور نعم عطينا امرابط قدام لي ديفونسور باقي لك اربعه ديال اللاعبين في وسط الميدان وزائد مهاجم هذاك الدري الويد تبارك الله الصابيري ولا عز الدين اوناحي اوناحي الصابيري واوناحي بجوج بجوجهم ها هو اوناحي على المستوى اليمين ها الصابيري
هما الثلاثي ديال خط الوسط. نساعدوك شويه. و اشرف حكيمي 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 من مع اشرف حكيمي. لا عطيتينا حكيمي، هو كاين على المستوى الهجومي. على المستوى الهجومي يبدا بالنصيري وفي الدقيقه 60 يدخل حمد الله. دابا شوفوا التركيبه الفريق الرسمي، ها هو كاين لاعب نصيري كخط الهجوم، شكون اللي حداه؟ من ايه هذاك سفيان. سفيان بوفال. بوفال بوفال ها هو سفيان بوفال غيكون في هذه الجهه اليسرى. الجهه اليمنى الجهه اليمنى يكون حكيمي. لا حكيمي كاين باقي لاعب على المستوى الهجومي. غادي يكون صيري وغادي يكون زياش. بغيتي تقول زياش؟ زياش زياش انا عطيت لك زياش، عرفت تلف لك زياش صافي. انت معانا بعدا معانا كتشوفنا. شوف الصراحه الصراحه الشاشه شويه ثقيله عليها ما غاديش معكم. تقريبا ها هي التشكيله اللي عطيتينا. عطيتينا في حراسه المرمى ياسين بونو، في خط الدفاع عطيتينا رومان سايس اشرف داري، في خط او الجهه اليمنى عطيتينا اشرف حكيمي، الجهه اليسرى عطيتينا نصير مزراوي، خط الوسط عطيتينا سفيان امرابط، عز الدين اوناحي، عبد الحميد الصابيري، وعلى المستوى الهجومي حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال. هي هذه التشكيله استاذ. هذه التشكيله متوقعه. اها. وراه هذه تشكيله جيده صراحه. ربما اسماء اللي حط واسماء اللي ذكر ربما. انا بالنسبه لي تشكيله متوقعه. لما لا؟ لان غتكون غادي تكون هي اللي غتكون. اكيد اكيد هنا كيبقى الاشكال يعني على مستوى خط الدفاع. المشكله في داري واش غادي يكون مع رومان سايس. هادو كلهم لاعبين اللي تكلمتي عليهم دابا كلهم هادو لاعبين جيدين، كلهم ابانوا على مستويات جد رائعه وكتيق فيهم المدرب هادو. هادو كلهم لكم بغيت نقول لكم شنو الراي ديالكم الى لعب هذاك ديال الوداد بلاصه السيس بلاصه امراض على دوسي حتى يحيى جبران. هنا يحيى جبران ونحيدو بقى راي ديالك. ها هو شوف ثاني شوف انت معنا. ممكن ممكن هذا رايك يحترم، والتشكيله اللي عطيتيها او التوقع ديالك انا باليا في قريب في المكان ديالو في المكان ديالو في محله يعني قريب. كاين مشكل ولا اشكال عند المدرب في داري وفي داري لعبوا في المقابله في ديال يحيى جبران. شوف داري لعبوا في المقابله ديال الشيلي ولعبوا في باراغواي، ولكن ما اعتمدش في المقابله الاخيره ديال جورجيا، ولكن كيبقى حتى هو اسم مطروح على في اللائحه ديال المدرب وليد الركراكي. نعم الصراحه الاحتمال ديالي يلعب بهم بجوج دقه صعيبه. احتمال خصنا نحيدوا خصنا نقصوا اللعاب. علاش؟ كطروا طروا. لا قالت لك يلعب بهم بجوج. الا بغيت تلعب بجوج ما تقدرش تلعب بجوج. يبقى يلعب اناحي اناحي قدامهم. اناحي وتحيد هذا مثلا تلعب اناحي كما قلتي نزيدو ها هو باردون. هنا غادي نديرو جوج لاعبين ديال الدفاع وتلعب اناحي. تقدر تلعب بالشكيله يعني تلعب اربعه جوج ثلاثه واحد. انت بغيتي تلعب بحال هكذا اربعه جوج غتلعب دو ميليو تيران ديفونسيف جوج لاعبين في وسط الدفاع. حتى هذه مقترحه حتى هذه تقدر يلتجئ لها المدرب. حتى هذا حل حتى هو من الحلول حتى هو اللي تقدر تسد به وسط الميدان وتقدر تتحكم في وسط الميدان. وسيرتو المعركه ديال وسط الميدان في وجود لاعب مودريتش في وجود لاعب مودريتش ديال ريال مدريد تقدر تحد من الخطوره ديالو في الوجود الثنائي. انس وس انس انس نعم انت تبقى معنا نيه تشوف عني التشكيله اللي عطيتنا ديال 4 جوج 3 1 عنده الحق انس ربما في الدفاع او في غنكونوا تندافعوا غندافعوا بهذه الطريقه هذه تقريبا بخمسه ديال اللاعبين في وسط الميدان غندافعوا بهم. حتى الا كان لك مثلا لي كونتر امرابط عنده كره غنحتاجوا لاعبين اللي غينتشروا بواحد السرعه وتنعرفوا حنايا بوفال بالسرعه ديالو بلا باس تقدر يعطينا لا باس نقدروا نضغطوا باربعه ديال اللاعبين وزائد ولا خمسه ديال اللاعبين. ما نساوش حكيمي بالسرعه السرعه ديالو حتى هي في لي كونتر. ربما يقدر المدرب ولا ربما يكون من الاحتمال من الاحتمال نقدروا نشوفوا نفس التشكيله. دابا هذه بالنسبه لنا على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي يا سي. انا عندي يعني نتفق تقريبا مع الاخ انس من سماره. هنا كنقول بان هنا كاينه واحد لا سيكيورتي غتكون على المستوى الدفاعي في وجود هاد اللاعبين اللي كيمشيو مثلا ملي كنوليو غاديين في الهجمه. هاد اللاعبين كلهم عندهم نزعه هجوميه، لكن في وجود هاد اللاعبين اللي كيعطونا على المستوى الدفاعي دائما
كيولي هذاك التقارب كيولي لا سيكوريتي هنا وما كيكونوش المساحات اللي كيحبدهم اللاعب مودريتش. مودريتش ملي كتكون مثلا عنده الكره هنا ولا كتضع الكره وكياخذها اللاعب مودريتش يعني هنا كنلقاو واحد جوج لاعبين اللي كيديروا بحال سويغلاس اللي كيحدوا من الخطوره وكيساعدوا خط الدفاع ومن ثم كنديروا التشليل ديال واحد الهجمه اللي غتقدر تكون خطيره في وجود لاعب واخا تيليمينو ولا نهض رباعي. هذه بالنسبه لي انا نقدر نكون متفق مع سي انس ديال السماره هذه هي كتبقى فيها لا سيكوريتي وتقدر تقاسد بها وتقدر باغي الختم وفي في هذه الحاله الى سجلتي هدف غادي تصعب الامور المهمه على المنتخب الكرواتي. وديما واحد من هذوك الجوج غادي يسد على اشرف حكيمي منين غادي يطلع اكيد ديما كيدير لا كوفيرج. عندك الحق غتبقى معنا دابا مثلا الحكيمي اللي كيطلع دائما لا سيكوريتي كتكون مزراوي في الشيء هذوك عندهم هذيك النزعه الهجوميه فيما يصعد اللاعب كيبقى اللاعب يعني هنا كيرجع دائما كتكون بحال هكا الكليسمو وكيبقى اللاعب جبران هو اللاعب اللي كيدير لا كوفيرتير على اللاعب اللي كيصعد. نفس الشيء بالنسبه للامرابط ملي كيصعد اللاعب حكيمي دائما اللاعب حكيمي دائما كنبقاو هذيك لا كوفيرتير ديال اللاعبين في اي جهه كانت فيها الكره. شكرا على هذه الملاحظه ديالك وشكرا على التشكيله اللي عطيتيني لانني انا عجبتني التشكيله. انا معاك سي انس في التشكيله مرحبا. وبالنسبه للاحتمال ديال نلعبوا خمسه في الدفاع ما احتمال ما صراحه غادي يخنق اللعب شويه اكيد لا هذيك غادي تقدر غادي تقدر تحترم الخصم اكثر الا رجعتي للوراء في حالة لك كنتي رابحه انس مثلا نقدروا نمشيو يكون عندنا واحد التوجه ديال 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 خمسه ممكن تلعب خمسه مثلا ثلاثه واحد ممكن فهمتي ممكن تلعب ثاني بثلاثه ثلاثه خمسه جوج حتى هي ولكن اهم حاجه دفاعيين تتكون افضل وتتكون سكيورتي بخمسه ديال المدافعين وزائد جوج ديال الميلوتيران والاميلوتيران تو تدخل تدافعوا بسته ديال اللاعبين وشفناها في المباراه ديال السعوديه ديال السعوديه شفنا ربما سته ديال اللاعبين كاملين يعني مدافعين حتى هما حتى الميلوتيران تو اللي مدافع حقاش باش يامن جوج اهداف ديالو باش المنتخب الارجنتيني ما يشجعش عليه الهدف حتى هي تضرر جميع الخطط حتى هي تضرر خصك يكون عندك اللاعبين ديالها نهار تيكونوا عندك اللاعبين ديالها وهاضمين السيستم يعني ديال شيما تاكتيك ما تخافش من 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 هذه المساله. شكرا سي انس باش نعطيو الفرصه لا مرحبا وشكرا لك على هذه الملاحظه وعلى هذه التشكيله اللي عطيتينا باش نعطيو الفرصه لاكثر عدد من المشاهدين ديالنا يعني باش هما يشاركوا معنا هاد النقل او على الشاشه التفاعليه يعني بالنسبه للتشكيله المرتقبه ليوم غد. هو انس قال الراي ديالو حتى احنا عندنا الراي ديالنا ومصطفى عنده الراي ديالو لكن مع مر سميتو امرابط وجبران ما عمرهم غادي يكونوا بجوج محور الدفاع عوضنا محور الوسط عوضنا امرابط دائما تيكون قدام لي ديفونسور وتيكون دائما قدامهم اربعه اللاعبين ممكن نقدروا نشوفوها بحال هكا حيت امرابط تعرف تيدير داك ديال سوكلاس واهم حاجه في يعني في الميلو تيران خصنا نشوفوه كامل بحال وما نساوش هاد لالين ديال المدافعين ديال لي ديفونسور اما خصناش نكونوا في لالين وحده على الاقل خصنا نكونوا شويه زايدين شويه زيد معك سميتو اكيد ضروري خصنا نزيد على الاقل دائما كنكونوا قراب غاديين كنزيدوا مع الكره دائما يكون تقارب بين الخطوط ما خصوش يكون تباعد. ناخذوا صديق من القنيطره. الو السلام عليكم خويا بخير صديق من القنيطره كي داير خويا ها خويا بخير كلشي بخير الله يحفظك بارك الله فيك اخبارك تعطينا التوقع ديالك واخا انت كوي توقع ديالك نحيدوك اللعابه وديك الساعه تعطينا الاسماء التشكيله اللي بغيتي تعطينا الحارس مرحبا تعطينا المدافعين مرحبا اللاعبين في وسط الميدان بارك الله فيك اخي بارك الله فيك تفضل لك اخويا تفضل مرحبا انت في حراسه المرمى من طبيعه الحال كاين ياسين بونو هو ياسين بونو والعميد رومان سعيد الجانب ديالو اللي بقى معايا نايف اكراد اللاعب نايف اكراد طبيعة الحال حكيمي ومزراوي في الأخيرة بقى معنا نايف اكراد ها هو باش عطوك هذاك الشيء الدفاع عطيني حكيمي كيف العادة اللاعب خويا كنفضل هذا التوقع ديالي يدخل بجبران انا معك عطيني مزراوي لاعب مزراوي وحكيمي عطيني مزراوي وعطيني حكيمي
ها هو حكيمي مزراوي طيلي وسط الميدان يحيى جبران يحيى جبران بلاص امرابط يحيى جبران بلاص امرابط ها هو واش التوقع ديالي هذا فهمتيني مرحبا 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 اللي باغي انايا مرحبا من حقك كل واحد عنده الحق في التشكيله ديالو انت في وسط الميدان عندنا اوناحي على اليمين عندك اللاعب اوناحي على اليمين على اليمين وعندنا الصابيري على اليسار اللاعب الصابيري حامد الحميد الصابيري على اليسار هما الثلاثي ديال وسط الميدان نعم لا خلينا نشوفوا لا يبان لي باش بقى الثلاثي ديال الهجوم واخا سيري لا نبقى وفي اليمين وفي اليمين زياش حكيم زياش اعطيني حكيم حكيم زياش ها هو في اليمين كما قلت جناح ايمن جناح ايمن ها هو في اليمين وجناح الايسر كنفضل يدخل بالزلزولي عبد الصمد الزلزولي وبوفال تيكون ايفيكاس في الدقيقه 60 ماشي دخل ها هو عبد الصمد الزلزولي تا هو خليتي بوفال كراس حربه خليت بوفال ودخلت الزلزولي وكراس حربه باقي لك لعاب واحد كراس حربه اخويا كنفضل يدخل بالمصاري لانه يتقاتل على الحمد لله المصاري ياك من الاحسن الحمد لله الا كان يعطيه فرصه في كندا ولا هي التشكيله ديالك ها هي شوفها ها التشكيله ديالك لكن نقدروا نحتاجوا الحمد لله في اي وقت من الاوقات يعني بالك وين تسمعوك كنسمعك خويا تفضل الحمد لله تو نقدروا نحتاجوا من الاوقات لربما خويا الحمد لله خويا الحمد لله انا شوف الماتش ديال جورجيا بغا يتقاتل وبغا يعطي في الدفاع فهمتي ولكن ما في الهجوم فهمتيني انا وجهه نظر ديالي وصافي مرحبا يتقاتل معك 90 دقيقه ما يمل الموال اكيد وجهه نظر ديال كل المغاربه دابا كل واحد عنده الحق يشوف التشكيله المناسبه للمنتخب الوليد الركراكي كي جات خويا التشكيله ديالي لا مهمه هادو لاعبين هادو جيدين ناقشوا معاه التشكيله باش نقولوا ليه حتى هو الراي ديالو حكم عطيتينا التشكيله ديالك انا اللي ربما ما غنختلفش معك الاختلاف هو ديال المدرب ربما الاختيار ديالو اما بوفال ربما غيعول على بوفال بغى يلعب بوفال اخويا بوفال انا من وجهه نظر ديالي فمتى ندخلوه في الدقيقه 65 تيكون مزيان تيكون في توب فورما ملاحظه في المحل ديالها ولكن الزلزولي وبوفال راه نفس البروفيل ديالو صحيح عندك غير هو دابا الزلزولي باقي صغير ايفيكاس شويه على بوفال راك شي دواء تيطيح وعندك الحق وكيقدم مستويات كبيره مع اوساسونا هذه السنه في الدوري الاسباني ديال الزلزولي تيقدم مستوى رائع مع المنتخب المغربي قدم مستوى رائع بشهاده المدرب ديالو واحسن حاجه واحسن اختيار كما قال المدرب انه مشى من برشلونه ما كانش كيعتمد على المدرب ومشى اختار واحد الفريق اللي يتسلم كيبصم على مسار جيد والاهم والمهم عندنا هي التنافسيه هذا اللاعب كما قلت عنده التنافسيه وكيلعب مقابلات رسميه برافو عليك خويا الله يحفظك بارك الله فيك شكرا لا برافو تشكيله انا شوف التشكيله عجبتني واه علاش عندك عبد الحميد الصابيري برافو من الاهرام مضروب ما يمكنش تغامر به فهمتيني انا عندي انا ملاحظه اللي باش حتى غادي تقاسم معايا وغنفكرك عبد الحميد الصابيري كان المدرب الاول في صامدوريا كان كيلعب رسمي وشتي الاهداف اللي كان كيسجل تلقى ولكن عنده التير هو راه يعني هذوك القدوين الماني عنده التقدم من بعيد ولكن الاشكال والمشكل اللي ولا عندهم اللي جا واحد المدرب اخر وتغير المدرب مابقاش كيلعبوا كرسمي هذا هو اللي يعطيك اخي شي يعطيك والله لا يعطيك هذا هو احنا باقي صغير وفهمتي صافي دابا هذا هو الملاحظه اللي عندنا اما الصابيري لاعب كبير احنا دابا كيفاش ما توقعناش هذا التغيير ملي غيتغير المدرب ولاعب كان رسمي في الفريق ديالو كيجي وكان كيسجل اهداف حاسمه وشفناه كيفاش تبارك الله كان وحنا اول قايد اول لمسه ليه الكره ماركا بيش بها اكيد صحيح ولكن اول لمسه مع المنتخب المغربي دابا التخوف ديالنا هو من الجاهزيه ديال اللاعب انه ما بقاش التخوف ديالي من سفيان امرابط وامرابط بالعكس هذه السنه شي راه حتى هو كيلعب رسمي فيورنتينا كيلعب رسمي ولكن راه تيدير بعض المرات اخطاء ولكن الاهم والمهم هو انه كيدير مقابلات كيدير مقابلات وكره تيدير عنده مقابلات هذه الحاله اللي تقدر تخرج عليك ونتمنوا يكون نتمنوا يدخل هي ان شاء الله ان شاء الله خويا بارك الله فيك شكرا خويا بارك الله فيك اول حاجه دائما مثلا اختار لنا لاعب اللي ربما هو اللي يكون فيه يعني مواصفات دفاعيه والهجوميه هجوميه يعني هذا راه اللاعب اللي كيستخلص الكره واللاعب اللي كيخرجها بسلاسه وكيلعبها مع لاعبين دابا هذا بروفيل مغاير الامرابط امرابط كنعرفوا ديك اللاعب اللي تبارك الله عنده لاغاج كيمشي هنا كيدير لاكوفيرتير كاين التغطيه كيساعد المدافعين كيستخلص الكرات كلهم ولكن امرابط كما قال
العيب انه ملي كيسترجعها تقريبا ما كنشوفوش كيخرجها بسلاسه مع المهاجمين وكيشارك يحيى جبران راه شحال من مره كنلقاو غير كيشارك في الهجمه. دابا هنا جبران ميتي ياخذ الكره ذكرتي انت امرابط عكس جبران. امرابط من اللاعبين اللي تيكسر الهجمه ديال اللاعبين او ديال المنتخب اللي غيكون يواجهك. تنعرفوا حنا كرواتيا تتعتمد على اللاعبين اللي كاين في وسط الميدان. جبران من اللاعبين المميزين في الرجل ديالهم ملي تكون عنده الكره تيبغي يعطيك هذيك لاباس يعني بروفوندور وكيمشي كيدير لو سوت يعني بروفوندور مع لاعبين اللي سريع وكيعطيك يعني تنتكلموا على لاعب اللاعبين على الاطراف كذلك لاعبين على الاطراف لاعب اللي عنده مميزات ديال عنده واحد الحس هجومي دليل علاش يسجل الهدف بالراس ديالو يعني هذاك البيت غيزيد موتيفي. علاش مثلا اختار المستمع ديالنا من قنيطره اختار هذا اللاعب هذا ما اختاروش يعني من اللاعبين اللي تيضارب على الكره وتنعرفوا حنا يا جبران ماشي من دوك اللاعبين اللي تيضارب على الكره عكس امرابط ولكن الطريقه ديالو الكاليتي ديال جبران ربما في الخروج ديال الكره والاحتفاظ بالكره والكونترول وديك لا باس ودي باس لونغ نقدروا نحتاجوا دوك لي باس لونغ هنا نقدروا نحتاجوا هنا نقدروا نحتاجوا لا باس بروفوندور نقدر لا روميز تقدر تلعب لينا لا باس هنا ممكن نشوفوا نقدروا يبدا به ولا ما يبداش به ولكن تيبقى عنده من الاختيار المدرب في اي لحظه يقدر يدخل جبران يقدروا يدخلوا بجوجهم على صحيح. على حسب الماتش كيفاش غادي تلعب والطريقه كيفاش تلعب. ما نساوش المدافعين اللي بكل صراحه خصنا على الاقل يديروا واحد الطريقه اللي ربما خصو يهضروا مع بعضياتهم مزيان يواجهوا واحد المهاجمين ديال كرواتيا تنعرفوهم مهاجمين سرع تنعرفوا حنا اللاعبين ديالنا اول حاجه دائما واحد جوج قوشين كما تنقولوا جوج عسريين خاصهم على الاقل واحد فيهم يكون عنده واحد الحس هجومي ملي تنتكلموا على حس هجومي هو ملي تقطع الكره بالراس خصني نقطع الكره بالراس خصني نعاود نرجع للبلاصه ديالي يعني اذا تقطعت الكره تنعرفوا ما يمكنش التغطيه غيديرها مثلا يحيى جبران ولا غيديرها مثلا حكيمي وتنعرفوا حكيمي الا كانت الكره عند جبران ولا كانت عند هذا اللاعب ديال حكيمي تنعرفوا خصو يمشي هنا خاص المساحات تكون المساحات خاويه للحكيمي على اساس باش نشوفوا داك السونطاج يقدر يديروا وهذه القوه ديال المنتخب ديالنا هو صعود ورفع ظهيره يعني هنا دائما كنلقاو ملي كيكون هذا اللاعب زياش مع حكيمي لاعب زياش ملي كيمشي مثلا وكيلقى حكيمي حداه دائما كتكون عنده هذيك رده الفعل والتجاوب كيكون تجاوب ما بين اللاعبين دائما كنعرفوا الثنائيه ديالها كتعطي الاوك ديالها في الصعود نفس الشيء بالنسبه للمزراوي مع بوفار ولا مزراوي مع حتى هو خصو يدخل يخلي مساحات كل الاحتمالات كاينه عندنا على ارض الواقع نقدروا نشوفوها هنا كيبقى غير اختيارات عندنا دي بوين فور ديالنا عندنا امور عندنا ايجابيات عندنا لاعبين كلهم دابا واجدين باستثناء اللاعبين دابا اللي ما تذكرش اسماء ديالهم ولا يقدر هو املاح اللي كان كيعاني بواحد الاصابه هو واللاعب يعني كان عندنا جوج لاعبين واللاعب زكريا ابو خلال هادو لاعبين وإليا الشاعر هادو ثلاث لاعبين اللي كانت عندهم واحد الاصابه خفيفه لكن خرج طبيب الفريق مشكور سي عبد الرزاق عيفتي اعطيني امرابط اكيد نعاود نرجعوا اعطيني داري ها اشرف داري اعطيني داري اشرف داري لاعب مزراوي غيبقى مزراوي بوفال فين هو لاعب بوفال يا بو هو بوفال خذ بوفال على الجهه ديالو غيبقى لاعب امرابط غيبقى امرابط غيبقى حكيمي ها هي ربما هذه التشكيله انا تبو هنا في تخوفها صابر غتبقى الصابيري هو اللي يقدر انا نقول يقدر نشوف لك الجاهزيه ديال سمير ديال الاملاح الا كان ها التشكيله ديال المتوقعه انا ممكن خليه انا هاد الجوج غيبقى الا ما كانش هذا عنده اصابه غتعيق يعني الدخول ديالو غيبقى الاختيار ما بين هاد اللاعبين لما كانش الاصابه ديال سمير الاملاح غيكون هو ديال سمير غيكون هو الرسمي هو الحل الاول بالنسبه للمدرب ولد الكريكي هو سمير الاملاح اذا هنا لما كانش جاهز وكانت عنده الاصابه غيعتمدوا على البديل ديالو هو البديل ديالو عبد الحميد الصابري عبد الحميد هو اللي غيكون البديل ديال رومبلاسو يعني هنا عندنا في لاطاك
ربما شحال عندنا ديال لي زاتاكون عندنا اختيارات كثيره عندنا عبد الرزاق حمد الله عندنا الزلزولي زكريا عندنا انا زراوي هذا اللاعب البلجيكي اللي توا عنده واحد الموهبه هادو من اللاعبين اللي كيلعبوا على الاطراف عندنا وليد شديره اتاكو عندنا وليد شديره عندنا اختيارات كثيره لا يكون مع حمد الله اختيار يقدر يقابل صائحه بين الله حمد الله يكون معاه يكون رومبلاس وحده اكيد اختيار ديالو لا هذا في حاله من الاختيارات ديال المدرب يعني انا تنشوف بوست فهمتيني حتى في الدفاع مصطفى تنختاروا بوست اعطيني اللاعبين اللي في البوست الله يخليك اكيد كل اللاعبين تكلمنا على اللاعب نايف اكراد كيبقى تحت ثاني مع هذا كيبقى يحيى جبران هو لاعب امرابط كيبقى لاعب زكريا ابو خلال هو وناحيته هو وسط الميدان ومعهم توا لاعب اللي توا كيزيد لاعب توا كيمشي في لا كيلعب في الجناح ولا في جناحنا نمشيو للاعب الزاد صمد ونمشيو لعطيه الله يحيى عطيه الله في الكولوار وغنمشيو لجواد يميق اللي قدر تا هو ولا بدر ديانون عنده عده اختيارات قالوا تما كيبقاو لاعبين هما ثلاثه الدفاع هنا باش نكونوا واضحين حنا ما يمكنش حنا نشوف اختيارات اللي عند المدرب ديال اولى خمسه ديال المدافعين اكيد غير دابا كل واحد نعرفوا اللي غيكون جاهز انا كل واحد باش يتعرف البوز ديالو هذا الخنوس سوا لاعب هو وسط ميدان هجومي لاعب اللي هو مراوغ كيمشي حنا كل لاعبين نشوفوا الاختيارات اللي غتقدر تكون عند المدرب ها هما باش الجمهور ديالنا يتقاسم معنا ايليا الشاعر سواء لاعب لي غوشي لاعب سواء على المستوى الهجومي نقدروا نشوفوا وسط وحتى الحارس اللي يكون اقرب الراس لا لا يكون اقرب حارس هو لا غيكون جوج ممكن بونو كاين اختيارات هما ثلاثه حنا عطاو التشكيله المتوقعه بالنسبه لكل المراكز اللي كاين عند وليد الركراكي اذا هذه هي هادو هما اللاعبين ديالنا ديال المنتخب الوطني اللي ربما اللي كاينين لاحظنا كيبقى اشرف حكيمي هنا اشكال ما كاينش ربما اريال دروال اللي كيكون تقريبا يعني هنا ربما كاين اشكال لا قدر الله وما بغيناهاش يعني لا تصاب لك لعيب ما كاينش اللي غيعوض لك الجهه اليمنى لا اكيد لا اكيد عنده اختيارات هو دابا حنا بدينا بحجره انا بدينا شوف مثلا حيت مشينا بهذه المساله توجب على شي ملاعب كاريو دروح يجي بحكي بغينا المنطق يجيب يعني لي بوست بغينا المنطقه مصطفى راه خلي يديروا هذا كيلعب جوج ادوار واخا مزيان عندوش ادوار مزيان انا شنو قلت لك عنده جوج ديال الاختيارات يعني ما عندناش اريير غوش لا هو كيلعب اريير غوش كيلعب اريير غوش جوج يلعبوا لك اريير غوش ابغي بروفيل ديال اريير غوش كغوشي وهذا ولكن هادو قبلوا البلاء حسن شكون اللي كاين في لاغوش كاين هذا شكون اللي كاين في لاغوش كاين عطيه الله غوشي يعني مخلوق اريير دروا حكيمي مخلوق اريير دروا ما يمكنش ديروا ميلو دروا ولا لاحظنا هذه 3 سنين اللي كان مع واحد كنا تيلعبوا 3-5-2 تنشوفوه ميلو دروا ما كانش عنده اختيارات ما كانش عارف يوظف اللاعبين حتى ذاك المدرب السابق راه هاد اللاعبين هاد الخيره ديال هاد اللاعبين راه ما كانش كيعرف يوظفهم والمشكل كان عنده في التوظيف لان عندك حلقه جيده وعندك مجموعه جد هامه اي مدرب يفرح يجي يتعامل مع هاد المجموعه هادي علاش وليد دابا فرحان بالتعامل ديالو مع هاد المجموعه اللي قال لك تبارك الله كاينين عناصر مجموعه شابه اضافه الى مجموعه متمرسه لها كل خبره وتجربه يعني هنا عنده واحد المجموعه متراصه مجموعه متنوعه اي بوست كيلقى فيه لاعبين كيتشابهوا ما كاينش لاعب ناقص على لاعب كل شيء تقارب على مستوى الاداء ديال هاد اللاعبين هنا علاش كيرتياح من طرف المدرب وحنا ثقه في هاد المجموعه لاننا كنحسوا بعدنا حنا لاعبين نقدروا بهاد المجموعه نمشيو ان شاء الله الى ابعد حد في كاس العالم وشنا دابا ملي كنشوفوا المنتخب السعودي يعني مع احتراماتي للمنتخب السعودي اليوم ابان على مستوى كبير ما علينا حنا الا افتخرت حنا بهاد اللاعبين ونقدروا وندعموهم ونموتيفيو المجموعه لانها قادره باش غدا يعني تكون ند لند وتفوز على المنتخب الكرواتي هادشي اللي بغينا حنا ان شاء الله هاد المنتخب السعودي اليوم فاز على منتخب الارجنتيني يعطي واحد القوه يعطي واحد الحماس اللاعبين ديالنا ديال المنتخب الوطني دليل على هادشي حنا الحمد لله غاديين بالحماس غاديين بواحد التركيبه البشريه غاديين بواحد القوه يعني مع المدرب مع الصطاف مع مجموعه كمجموعه ديال المنتخب الوطني دابا انا وياك مصطفى غنحطوا المشاهدين الكرام والجمهور ديالنا
غنحطوا التشكيله باش غيلعب غدا المتوقع. نتمنوا توفقوا دائما فيها. غتبقى تشكيله متوقعه لكن التشكيله اللي غيبقى رسميه غتبقى عند المدرب والاختيارات عند المدرب وليد الكلاب. حنا دائما حنا والمشاهدين ديالنا كنديروا التوقعات ديالنا للتشكيله اللي غتقدر يعتمد عليها المدرب غدا. شوف التوقع ديالنا حكم اللاعبين اللي جاهزين حكم تتبع ديالنا لا متوكل لا لا الصحافه ديالنا صحافه نبيل لا طارق لا برزوق لا خليفه. الحمد لله تتواجدوا في مدينه في دوله قطر الشقيقه تعطونا بزاف ديال المعلومات تعطونا بزاف ديال الارتسامات. غنمشيو للمدافعين سي مصطفى اعطيني الاكا غادي نرجعوا دابا بالنسبه ليك انت ولا انا؟ لا لا انا دابا غنعطيك التشكيله اعطيني لا ريغوش اعطيني ريغوش مزراوي اعطيني مزراوي مزراوي راه هو عندك مزراوي انت مزراوي هو جا التشكيله المتوقعه وانت تقول لي تعطي التشكيله ديالك مصطفى اكيد. اذا هذه التشكيله ديالي هذه التشكيله ديالي هذه التشكيله ديالي هذه هي التشكيله ديالي اللي غيلعب بها غدا ان شاء الله وليد الركراكي على المنتخب الوطني. هنا تنعتمدوا على ثلاثه ديال لاعبين مميزين تنتكلموا على بوفال ونتكلموا على لاعبين اللي تيكونوا على الاطراف لاعبين مميزين لاعبين اللي تاخذ الكره بالرجل ديالك تعرف شنو تدير بها يعني لا في لا دروات ولا في لا غوش يعني الجهه اليمنى والجهه اليسرى كذلك حتى هو من اللاعبين اللي عنده بالوبي مزيان تياخذ الكره في الرجل ديالو تيعرف يدريبلي تيعرف يدير سونتراج نصيري كذلك عنده ميزه ديال الراس مزيان طلع يضرب بالراس. انا تنقول لك الحوايج اللي مهمين عندنا امرابط ربما غيعول عليه غيعول عليه المدرب مدافع ضروري ميلو تيران دفاعي ميلو تيران دفاعي تيعرف كما تنقولوا انا ما نختلفش معك التشكيله هذه مهيه تقريبا قريبه ولا كان عندك شي ملاحظه ولا كان عندك شي اختيار انت حتى انت قول الاختيار ديالك امرابط تكون عنده الكره نتسناو من اللاعبين اللي ربما غادي يهجموا نتسناو من حكيمي يصعد في الجهه اليمنى تعطاه الكره ومهمه الكره لي باس لونغ مهمين وشفنا جميع المنتخبات اللي ربما تيديروا لي دوك لي باس لونغ نتسناو لي سونتراج يقدر يدخل يماركي هذا هو القصد ديالنا نتسناو من المدافعين حتى هما يعرفوا كيفاش ياخذوا الكره كذلك الحارس خصو يكون من حتى هو خصو يكون مدافع وراء المدافعين تيعرف يلعب برجليه مزيان يعني كواري عنده عسريه مزيانه كذلك الجهه اليسرى نتمنى ان شاء الله هذه التشكيله اللي ربما تكون متوقعه غدا غادي تكون اكيد انا ما غيكونش اختلاف تقريبا معك السي هشام جويعه تقريبا نفس الملاحظه نفس يعني التشكيله اللي غنقدرت انا نعلن عليها الان نقدر نقول لك اختلاف عندي في لاعب لان هذا الصابري اللي غيقدر املاح لان املاح الا كان كاينه الجاهزيه وانا دائما غندوي وغنعاودها بان هنا هادو اختيارات غتكون بالنسبه لي انا وياك هنا في وسط الميدان السي هشام وهذه طفيفه في ظل عدم يعني صابري ما كيلعبش مع الفريق ديالو هنا يقدر الاختيار لان في مقابل ديال الشيلي شفنا الثنائيه ديال امرابط وسليم املاح كانت عطات الاكل ديالها وكيفاش بزنا على المنتخب الشيلي في العكس في المقابله الثانيه اللي ما كانش املاح لقينا واحد المشاكل شويه في وسط الميدان لكن دائما المدرب غيرجع ويقارن لاعب بلاعب ومدى الثنائيه اللي كتكون حاضره وكتكون بقوه وكتكون عندها عده فعاليه في وسط الميدان هنا وسط الميدان بالنسبه للثلاثي غيكون حاضر بهذا الثلاثي السيشه سي مصطفى هذه هي التشكيله ربما ما اختلفتيش معي فيها يعني اختلفتي معايا في وسط الميدان يعني لاعب واحد يعني انا متفق معايا ومتفق معك نفس التشكيله. شكرا مصطفى على الحضور ديالك. شكرا هشام خويا وشكرا لجميع مشاهدي قناه شوف تيفي. شكرا مشاهدينا الكرام اللي تابعونا على المباشر تحياتي لكم وباقي ان شاء الله منتخبات والغرض ديالنا اهم حاجه هو المنتخب الوطني ديالنا ان شاء الله المغربي غدا ان شاء الله كونوا في الموعد. تحياتي لكم السلام عليكم وديما مغربي.